رغم وصف رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لمحادثاتها مع رئيس المفوضية الأوروبية جان يانكر بالبناءة، إلا أن نتائج المشاورات لم تسفر وفق المعطيات عن حلحلة أزمة التباين في المواقف بين لندن وبروكسل من نقاط الدعم في الجزيرة الإيرلندية، والتي تعد أكبر عقبة تعطل التوصل لاتفاق يحظى بموافقة مجلس العموم. نقاط الدعم وجدت لتجنب العودة للحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا، فإذا لم تعمل بطريقة فعالة فإن هناك مشكلة، ولهذا الكثير من النواب قلقون. من الصعب أن تعرف شكل الخروج، هذا ما نعاني منه في البرلمان. لا أحد يريد رؤية حدود صعبة في أيرلندا. إلى مجلس العموم تعود من جديد الحكومة البريطانية في 27 فبراير الجاري، على أمل أن يوافق البرلمان على اتفاق الخروج، في حين أبقت رئيسة الوزراء تريزا ماي على خيار مغادرة الاتحاد الأوروبي بالاتفاق إذا عطل البرلمان اتفاقها المعدل، وهو ما أثار حفيظة حزب العمال المعارض. إن التهديد بعدم التوصل إلى صفقة هو أمر مورس بعمق على الناس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. هم قلقون للغاية من عواقب ذلك، وتم نقله إلينا بكل وضوح خلال الاجتماع، ولهذا السبب نحن مصممون على إزالة اللاصفقة من الطاولة. وفي محاولة أخيرة على ما يبدو للتوصل إلى اتفاق، قال دبلوماسيون إن فرق التفاوض تتجه نحو إصدار بيان قانوني منفصل يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي مجددا على الطبيعة المؤقتة لنقاط الدعم في إيرلندا. الخروج بشكل منظم يحتاج إلى القضاء على تخوفات بريطانيا وإيرلندا من نقاط الدعم، فهل تنجح حالة القلق المتزايد أوروبيا وبريطانيا من الخروج بالاتفاق في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، أم أن الاتفاق بات الإجراء المنتظر؟ عمر بشير، قناة الغد، لندن.